السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده عايزين نتكلم عن كاجل وازاي نقدر نحمل الداتا سيت اللي موجوده عليه، سواء كانت الداتا سيت دي داتا سيت واحد رافعها مثلا او كانت على كومبيتيشن معين. فاللي ما يعرفش كاجل، فكاجل مشهور جدا جدا جدا، عباره عن موقع للمسابقات بخصوص مثلا الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. ففي شركات مثلا بتيجي بتعرض المشكله اللي عندها وتقدم مثلا جائزه ماليه مقابل اللي يحل المشكله دي، تمام؟ والجائزه الماليه بتبقى مرضيه جدا، ساعات بتبقى بالالاف وساعات بتوصل للمليون كمان. كاجل يعني يعتبر مشهور بحاجتين اتنين، المسابقات ومشهور كمان بالداتا سيت. فلو احنا جينا مثلا دخلنا على مسابقه هنا مثلا، شوف هنا هتلاقي كومبيت، تمام؟ هتلاقي مسابقات كتير جدا، تمام؟ في مسابقات كتير جدا. طيب فهو ايه مشهور بحاجتين اتنين، حاجة اسمها مسابقات، تمام؟ وحاجة تانية اسمها داتا او داتا سيت، تمام؟ الداتا سيت ديت عبارة عن ايه؟ واحد مثلا عايز يعمل داتا سيت عن لغة الإشارة، فهو عمل الداتا سيت ديت وجهزها وظبطها على الجهاز بتاعه، وبدل ما عشان بس يساعد الناس والناس ما تتعبش شبه ما هو تعب، فهو رفع الجهد بتاعه والداتا سيت بتاعته على كاجل، تمام؟ أي حد عنده أكونت على كاجل يقدر إن هو ينزل الداتا سيت ديت ويشتغلها بنفسه من غير ما يحتاج إذن ومن غير ما يتعب نفسه ولا يعمل أي حاجة، فدي الفكرة بتاعت الداتا سيت، تمام؟ انما بقى الكومبيتيشن بيبقى فيها داتا سيت برضك، تمام؟ بس الفكره في الكومبيتيشن ان انت لو عايز تستخدم الداتا سيت بتاعتها لازم تقبل الشروط بتاعت المسابقه عشان تخش في المسابقه وتقبل وتعرف تنزل الداتا اللي هم رافعينها مع المسابقه، تمام؟ فدي الفرق ما بين الداتا سيت والكومبيتيشن، تمام؟ فالكومبيتيشن لازم تقبل لازم طبعا ايميل، ولازم تقبل مين الشروط بتاعت المسابقه، انما الداتا سيت لا، انت محتاج ايميل بس وتقدر تحملها من غير الشروط ومن غير اي حاجه. دي مثال على داتا سيت اهوت. تخش على هنا مثلا كوفيد 19، تمام؟ هتلاقي هنا اهوت الداتا مكتوبه يعني عندك هنا اهو، تمام؟ ادي كل ده الداتا 12 جيجا ونص داتا، تمام؟ دي كلها تقدر تحملها. طيب بعد كده عندك مثلا كومبيت اهو، مثلا تعال نقول دوج فيرسس كات، ماشي؟ كومبيتيشن اهو، ادي كومبيتيشن اهي، كانت مسابقه هي اهي، تمام؟ تعال مثلا نخش على الداتا بتاعتها، فهتيجي تحملها، لو جيت حملتها مش هيرضى، تمام؟ شايف هو كاتب لك ايه؟ قال لك لازم توافق الاول على شروط او احكام المسابقه عشان تعرف تنزل الداتا بتاعت المسابقه، تمام كده؟ طيب احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اخد الداتا مثلا، انا خلاص انا عملت مين اي اندرستاند اي اكسبت، تمام؟ عملت ديت كده خلاص كده انا اقدر احمل الداتا اللي انا عايزها، تمام كده؟ لو حملت هنا هتبدا تحمل، بس انا مش عايز احمله على الجهاز، انا عايز احمله على جوجل درايف عشان اعرف استخدمه في جوجل كولاب. طب اعمل الكلام ده كده ازاي؟ بص يا سيدي، في حاجه هنا اسمها مين؟ كاجل اي بي اي. كاجل اي بي اي دي هو مين اللي عامله؟ شركة كاجل ذات نفسها، تمام كده؟ فهي مضمونة إن شاء الله يعني، تمام؟ ما تخافش منها. طيب إزاي بيشتغل بقى كاجل إيه بي أي؟ بص يا سيدي، هو عبارة عن مكتبة بايثون، مكتبة بايثون بتعمل له الأمر ده اللي هو بيب انستول كاجل، بس أنت مش هتعمله ليه؟ عشان هو متسطب أوتوماتيك في جوجل كولاب، تمام؟ فأنت مش محتاج أنت تسطب أي حاجة، فسيبك من الكلام ده كله، تمام؟ طيب بعد كده عندك حاجة اسمها الإي بي أي كريدنشال. إيه الإي بي أي كريدنشال ده؟ الإي بي أي كريدنشال دي حاجة كده تحس إن هي كلمة سر أو ملف سري كاجل هو اللي بيديهولك، بحيث إن أنت تقدر تحمل الملفات اللي أنت عايزها، تتفاعل مع المسابقات، تعرض الحل بتاعك، ترفع الملفات على كاجل، كل الحاجات من ديت يعني بتتعمل بالإي بي أي كريدنشال دي. طب أعمل له واحد إزاي أو أنزل الملف السري دي إزاي؟ بتيجي على الصورة بتاعتك هنا وتتك ماي أكونت، تمام؟ هتخش هنا اهو، فبتيجي هنا بقى ايه، هتلاقي الزرار عندك هنا كرييت نيو اي بي اي توكن، تمام؟ فانت هنا ايه هتبدا ان هو يحمل الملف. طبعا لو انت مثلا عايز في ملف انت حملته مثلا وعايز تشيله، او شاكك مثلا حد ممكن يكون وصل له او اي حاجه، ففي الزرار اللي جنبه ده اللي هو اكسباير اي بي اي، معناه ان هو بيعطل الاي بي اي ده، تمام؟ او الملف السري ده خلاص بقى معطل، مش ما ينفعش حد يستخدمه، وهتضطر ان انت تعمل واحد جديد، فدي الفكره يعني، تمام؟ طيب بعد كده بعد ما خدت الملف ده، ممكن تخش على جوجل درايف عندك، تمام؟ شوف انت حطه في الفولدر اللي انت حابه، في اي فولدر عندك، تمام كده؟ وارفعه عليه، تمام؟ ارفع الملف ده اللي هو الملف ده على جوجل درايف عندك، تمام؟ وافتكر هو موجود فين. طيب بعد كده احنا كده ينزل الملف السري ورفعناه على مين؟ على جوجل درايف. طب تاني حاجه، لما تنزل الملف ده حطه فين؟ حطه في الفولدر ده اهو،
تمام. ده طبعا على اليونكس واللينكس اللي هو على الماك واللينكس، تمام. طب على الويندوز بتحطه في المسار ده، تمام كده. فخليك فاكر الجزء ده كده عشان احنا هنستخدمه ان شاء الله، تمام كده. طب خلينا بس نشوف مين هنعمل، هنقدر ازاي ان احنا نحمل الداتا سيت بتاعه المسابقه دي، تمام. فاحنا هنخش هنا، تعالى ننزل تحت كده، هتلاقي ان هو جايب لك شويه امثله. الجزء بتاع الكومبيتيشن اهو، الجزء بتاع الكومبيتيشن هنا اهوت، تمام. احنا عايزين طبعا نحمل الداتا من كومبيتيشن، مش الداتا بتاعه الداتا سيت، تمام. طيب هنخش على الكومبيتيشن، هنا بيقول لك ليست كومبيتيشن، عندك ليست كومبيتيشن فايل، داونلود كومبيتيشن فايل، تمام. ده اللي احنا عايزين صراحه، يعني ايه موضح لك كل حاجه، كل حاجه واضحه خالص، تمام. فهو قال لك حط الكومبيتيشن، بس الكومبيتيشن فين؟ بتاع السافكس. السافكس ده اللي هو الجزء الاخير بتاع العنوان بتاع الكومبيتيشن، اللي هو انهو، اللي هو الجزء ده بتاخد الجزء ده كده، تمام. اهو دي الجزء اللي هو السافكس بتاع المين بتاع الكومبيتيشن بتاعك، بتاخده قط كده، تمام، عشان هنستخدمه بعدين، عشان هنستخدمه هنا كده. فانت المفروض اهو، هو بيقول لك مثال اهو، فانت هتقول له كاجل كومبيتيشن داونلود، وتشيل الجزء ده كده، الكلمه ديت هتحط مكانها مين؟ مكانها عنوان الكومبيتيشن بتاعك، تمام كده. طيب فهو تاني حاجه عندك سلاش اف ديت، هايفن اف، هايفن اف ديت معناها لو انت عايز بتدي له اسم الفايل اللي انت عايز تحمله. يعني انا مثلا هنا عايز احمل مين؟ عايز احمل ترين دوت زيب، تمام، بس. فهو يحمل الفايل دي لوحده بس. طب افرض انا ما ادتلوش اي اسم، فلو ما ادتلوش اي اسم هيحمل كل الملفات الموجوده في المسابقه دي، تمام كده، تمام. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها داتا سيت، تعال ننزل على الداتا سيت اهو، داتا سيت اهيت، تعال نروح فين اهو، داونلود داتا سيت فايل، هيبقى نفس الكلام بالظبط، تمام. هتقول له كاجل داتا سيت فايلز، تمام، وتدي له مين؟ تدي له العنوان بتاع الداتا سيت، تمام، اللي هو مين؟ تعالى مثلا نروح على داتا سيت، داتا كوفيد 19، تمام. فانت هتدي له مين؟ هتاخد الجزء ده كده وتديه له، تمام، اللي هو الجزء اللي انا محدده ده، تمام كده، وتدي له. فهتحط هنا مين؟ هتحط له هنا العنوان اهو، حاجه شبه كده اهوت، ماشي. وبعد كده هو يبدا يحمل، نفس الكلام بالظبط بالنسبه للهايفن اف، تمام. لو انت مثلا حددت له فايل معين هيحمله، تمام. لو ما حددتلوش هيحمل ال 12 جيجا ونص هنا، تمام. في حاجه كمان انا كنت عايز اوضحها لك، ان هو لما بيجي يحمل بيحمل بسرعه جوجل، يعني بيحمل بسرعتك انت، فما تخافش يعني، تمام. لو حمل بسرعتنا احنا الاثنين يعني مش هنخلص، هيبقى للصبح كده قاعدين جنب البتاع على ما يحمل، تمام. ان هو بيحمل بالسرعه اللي عند جوجل، فانت كده، تمام، في ثانيه يعني ان شاء الله هيخلص في ثانيه، تمام. فهو الاثنين دولت اللي احنا هنستخدمه. طبعا ايه، انا هسيب لك اللينك ده تحت في الديسكربشن، ان شاء الله انت تخش وتقرا اللي انت عايزه كله، تمام، عشان تفهم اكتر وتشوف ايه اللي موجود اكتر. فدي اكتر حاجه احنا هنستخدمها ان شاء الله، عشان احنا بنقول احنا عايزين نحمل داتا سيت، تمام. فسواء كانت في كومبيتيشن او في داتا سيت عاديه، فاحنا شفنا الطريقتين اللي احنا ممكن نستخدمه، تمام. فدلوقتي تعالى نطبق على مين؟ على الداتا سيت اللي احنا قلنا عليها، تمام. فتعالى نقفل بقى دلوقتي ده، تعالى نقفل ده، تمام. فاول حاجه احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه هو قال لك حطها لي في مين؟ في الروت، في قال لك علامه اللي هو مين؟ علامه همزه المد ديت، تمام، وبعد كده دوت كاجل، تمام. فدي اللي احنا عملناه. طيب انت ممكن تعملها مين بقى؟ علامه همزه المد ديت، او ممكن تعملها بكلمه روت، الاثنين نفس المعنى، الاثنين نفس المعنى مش هيختلف طبعا. فهنعمل ايه؟ هنعمل ميك دايركتوري. طبعا النوت بوك اللي انا شغال عليه دلوقتي متوصل بجوجل درايف، تمام، وفي الفايل وفي الفولدر اللي انا عايز اشتغل عليه، وكل حاجه متظبطه، تمام. انا بس بشتغل على طول عشان اوفر وقت الفيديو، تمام كده. فانت اعمل الكلام ده قبل ما تعمل رن الكود ده، خليك متاكد انت في انهي فولدر وعايز تنزل الملف ده في انهي فولدر، تمام. طيب بعد كده فهنعمل مين؟ ميك دايركتوري عشان نعمل الفولدر ده، تمام. وبعد كده هنعمل مين؟ حاجه اسمها لينك. طب انا عملت الفولدر دي ليه؟ بص يا سيد، هو مكتبه كاجل لما انت بتيجي تشغلها عشان مثلا عايز تحمل داتا سيت، عايز تحمل كومبيتيشن، عايز تعمل اي حاجه، فهو اول حاجه بتبص عليها بتبص على الملف السري اللي احنا رفعناه مين؟ على جوجل درايف، تمام. فهي بتبص على الملف السري. طب بتبص عليه فين؟ بتبص عليه جوه الفولدر اللي اسمه علامه المد سلاش دوت كاجل، تمام. الفولدر ده لازم تعمله، لو مش موجود بتعمله، تمام. وكمان تاني حاجه ان الفولدر ده بيتمسح، يعني لو انت عملت مين؟ لو انت جيت عملت هنا اتكيت على الجزء ده وعملت مان ستيشن وعملت ترمينيت هنا الجزء ده واتكيت على ترمينيت دهيت، تمام، دي معناه ان هو هي كده خلاص انت فصلت عن جوجل كولاب، تمام. ولو عملت تاني ريكونكت تاني وبعد كده جيت شغلت الجزء ده
لو عملت الجزء ده كده ال اس وبعد كده عملت الماده دوت كاجل معناه ايه؟ شوف لي الملفات الموجوده في جوه الفولدر دوت كاجل ده، فهو مش هيدي لك ايرور، هيقول لك ان الفولدر ده اتمسح خلاص ما عادش موجود. فهو اول ما انت ما بتفصل من جوجل كولاب بيمسح الملف اوتوماتيك على طول، تمام؟ فانت محتاج تعملها كل مره. طب ازاي اخلي كاجل مكتبه كاجل تستخدم الملف السري اللي موجود على جوجل درايف ده؟ هو بيستخدم فين؟ ده هو بيستخدمه على الروت، والروت ده مش موجود في جوجل درايف. طب استخدمه ازاي؟ بص يا سيدي، في امر في اللينكس او في اليونكس ذات نفسه يعني اسمه ال ان، ال ان ده اختصار للينك، تمام؟ شفت على الويندوز لما بتيجي تعمل على الفولدر وتعمل له كليك يمين وبعد كده كرييت شورت كات، هو ده بقى الشورت كات، تمام؟ فاحنا اللي احنا هنعمله هنعمل شورت كات للفايل اللي عندنا اللي موجود على جوجل درايف جوه مين؟ جوه الملف بتاع كاجل ده، تمام؟ بحيث لما المكتبه تيجي تبص جواه هتلاقي ملف، تمام؟ فلما تيجي تستخدم الملف هتستخدم الملف الاصلي اللي موجود على عند مين؟ عند جوجل درايف، تمام؟ فهو عباره عن شورت كات محطوط وخلاص، بس عشان المكتبه ما تطلعلكش ايرور وتشتغل، تمام؟ فاكتب بس الامر ده كده فهو هيظبط لك الدنيا كلها، تمام؟ وبعدين طبعا ايه المسار بتاع الملف السري بتاعي يعني، تمام؟ فانت المفروض لو انت يعني في مسار تاني ولا اي حاجه تغير الجزء ده كده، تشوف هو موجود في انهي مسار وتغيره، تمام؟ طب اجيبه منين؟ هتخش طبعا على جوجل درايف من هنا، وتخش من هنا وهنا شبه ما قلنا بقى، وماشي وتتك مثلا كيك هنا وتقول له مين؟ كوبي باس، تمام؟ فهو يدي لك مين؟ المسار بتاع الفايل بتاعك، تمام؟ على حسب ما انت حاطه يعني. طيب تشينج مود دي مين؟ تشينج مود دي بتعمل طبقه سريه اكتر على الفايل، بحيث مثلا لو انت الجهاز بتاعك مثلا حد بيخش اكتر من حد بيخش عليه، يعني مثلا جهاز محطوط في شركه وفي اكتر من موظف بيخش على نفس الجهاز، تمام؟ فانت ممكن تحط طبقه حمايه على الفايل ده بحيث محدش يقدر يعمل تعديل على الفايل او يقدر يفتحه او يقدر يعمل في اي حاجه الا البروفايل بتاعك انت والايميل بتاعك انت بس، تمام؟ انما اي حد تاني ما يقدرش، تمام؟ فدي طبقه حمايه زياده. فطبعا لو انت مثلا لوحدك ومحدش بيخش على الجهاز فخلاص دي ملهوش لازم، تمام؟ السطر دي ملهوش اي لازم. انما لو انت مثلا معاك ناس تانية في نفس الجهاز، لا طبق البتاع ده، تمام كده؟ تمام. نخش بقى على الشغل الفعلي بقى، فتعالى نعمل رن كده للجزء ده كده، تمام؟ طبعا انا عامل الفولدر فعشان كده اديني الغلط الخطا ده، انا عامل الفولدر ده قبل كده، تمام كده؟ بعد كده انا عايز اشوف ده الفايلات من غير مثلا من غير ما افتح كاجل ولا حاجه، عايز اشوف مثلا ايه الفايلز اللي موجوده في مين في المسابقه ديت اللي احنا شفناها اللي هو دوج فيرسس كات ديت، تمام؟ فلو انا عملت ران للجزء ده كده هيديني مين؟ هيديني الاوت بوت اللي عندك دي، هيديني كل الملفات اللي موجوده في المسابقه ديت، تمام؟ اللي هو ترين وتست وسامبل، تمام؟ وحتى السايز بتاعهم وكل حاجه. طبعا انت لما بتيجي تعمل اي امر وبيبدا بعلامه التعجب ديت، دي معناه ان هو امر بتاع تيرمينال، تمام؟ كوماند لاين، يعني حاجه بتنفذ في التيرمينال او في الكونسول، فعشان كده لازم بتحط قبلها مين؟ قبلها علامه التعجب ديت عشان تقول له ان انا عايز انفذ الكوماند لاين ده، تمام؟ واحنا قلنا الكاجل عباره عن مين؟ عباره عن كوماند لاين تول، يعني اداه بتشتغل في الكوماند لاين، تمام؟ فاحنا هنعمل طبعا قبلها علامه التعجب ديت، وتعمل مين؟ تعمل تحط الجزء ده كله، تمام؟ فهيديك المفروض الاوتبوت هيديك نفس الحاجه ديت كده، تمام؟ طب انا عايز احمل مين؟ انا عايز احمل الملف اللي هو ترين، تمام؟ فلو احنا جينا شغلنا الجزء ده كده اهو، شوف شغال في ثانيه، شوف السرعه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جدعان، ده حمل نص جيجا، بيحمل نص جيجا، انت متخيل في ثانيه السرعه كانت كام؟ السرعه 149 ميجا في الثانيه، 149 ميجا، ايه ده كده؟ خلاص ملف الزب ده خلاص موجود عندنا هنا اهو، تمام؟ فطبعا دي كلها مين؟ اوامر بقى ايه انا اللي عاملها والكلام ده كله. هنعمل اول حاجه ديت، هنعمل فك ضغط للملف. طبعا لما بتعمل انزب للملف ده هيديك فولدر تاني اسمه ترين، تمام؟ تعال نعمل كده ران، تمام؟ فعشان بس ما اطولش مده الفيديو، كاختصار بقى ايه اللي احنا عملناه في الفيديو؟ اول حاجه احنا حملنا الداتا بتاعه المسابقه وحملناها على جوجل درايف بتاعنا، بحيث ان احنا لو مثلا حبينا نستخدمها في اي نوت بوك تانية موجوده عندنا، خلاص موجوده اللي هو الملف الزب ده موجود عندنا، تمام؟ وبعد كده بعد ما حملناه طبعا انت شفت السرعه الرهيبه بتاعه جوجل كام؟ 150 ميجا في الثانيه، يعني سرعه مش طبيعيه اساسا، تمام؟ وبعد كده الملف اتحمل كده نص جيجا، اتحمل في ثانيتين اتنين،
تمام، وبعد كده فكنا الضغط وعملنا شويه فولدرات وظبطنا الدنيا كده. فدي الفكره يعني، تمام. ونفس الكلام تقدر تطبقه بالظبط على داتا سيت، تمام. فحاجه مهمه برضك، احنا قلنا شبه ما قلنا قبل كده، لازم لو قبل ما تحمل الداتا سيت بتاعتك في لو كانت في مسابقه، تمام، قبل ما تحمل الداتا لازم تعمل اول حاجه اكسبت للرولز، فتيجي على الخانه ديت اللي هي الرولز ديت وتعمل اكسبت، عشان لو انت عملت رن للكود ده، تمام، لو جيت عملت رن للكود ده قبل ما تعمل اكسبت، يعني هنا اهوت قبل ما، لو جيت عملت رن للجزء ده كده قبل ما تعمل اكسبت مش هينفع، تمام، وهيدي لك ايرور. فلازم تعمل اكسبت الاول وبعد كده تعمل تنزل الداتا بتاعتك، تمام. غير بقى الداتا سيت، الداتا سيت مش محتاج تعمل اي اكسبت للرولز ولا اي حاجه، بتدي له لينك وهو يحمل على طول بس كده. فدي نهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.